السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. كثيرا ما يسألون المسطحين: أنت على أي أساس يعني واثق ومتأكد ويعني تتكلم عن الأرض المسطحة أنها خرافة وأن الأرض أكيد بكل تأكيد كروية ولا يمكن أن تكون إلا كروية؟ طبعا من لا يعرف، أنا دراساتي العليا في مجالات نظم المعلومات وإدارة البيانات وذكاء الأعمال مختلفة قليلا عن المجال الذي أنا أصلا أعمل فيه، اللي أنا أصلا خبير فيه، صار لي 25 سنة تقريبا. هذا المجال هو مجال الاتصالات، أنا متخصص في الاتصالات، وطبعا احنا كل الاتصالات حاليا موجوده تقريبا، او معظم الاتصالات اللي نعمل فيها حاليا هي اتصالات رقميه، لكن هذا لم يكن الحال دائما. فتاريخيا يعني بمجالي يعني هناك العديد من الاشياء والتجارب التي نعملها التي تثبت لنا كرويه الارض بما لا يدع مجال للشك. طبعا نحن نتعامل بالعاده مع ثلاث انواع من الموجات بشكل عام لموجات الراديو. طبعا كل الاتصالات الحاليه نحن نتعامل معها هي موجات راديويه، وبعض منها يصل الى مستوى موجات الميكروويف، وهذه التي هي ايضا موجات راديويه لكن تردداتها اعلى. وطبعا هناك الاتصالات ما يعني بمجالات اخرى. في الماضي قبل يعني وجود الانترنت وانتشارها عن طريق الالياف الضوئيه او الفايبر اوبتيك الذي يصل البلدان ببعض والمحيطات والقارات ببعض، لم يكن هناك هذا الشيء، كان هناك اتصال فقط عن طريق الأقمار الصناعية لإيصال الإنترنت. أنا من الناس الذين أدخلوا الإنترنت إلى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بشكل عام، ولي زملاء طبعا أدخلوها في السعودية مثلا وفي الإمارات. هذا الذي حدث أننا في ذلك الوقت لم يكن هناك الألياف الضوئية هذه التي تسمح باستخدام شبكات الإنترنت بالطريقة الحديثة والرخيصة التي نفعلها حاليا. فكان في الماضي عليك أن تدفع مثلا في الأردن، كان عليك أن تدفع 7 دنانير للساعة الواحدة على سرعة 14 كيلوبت بير سكند، يعني الصورة الواحدة تأخذ منك دقيقة حتى تحملها، الفيديو هذا سيأخذ منك أيام على حتى ينزل عندك على الجهاز تبعك. طبعا اتصالات بدائية تعتبر بما نفعله اليوم بالاتصالات الضوئية. طبعا الموجات الراديوية هذه التي نتعامل معها من الاتصالات هي تقسم إلى ثلاث أنواع: موجات طويلة المدى وهي موجات تسمى موجات أرضية، وموجات سماوية وهي موجات شورت ويف، وهي الموجات التي يمكن استخدام بعض الظواهر التي تحدث في السماء حتى نستفيد منها. وهناك موجات عالية التردد، وهذه الموجات اللي هي موجات موجهة، يعني لا نستطيع أن نفعل فيها أي شيء إلا أن نوجهها بالاتجاه الذي نريده. وكل هذه الموجات يمكن استعمالها للوصول تقريبا لأي مكان في العالم إذا استعملتها بطريقة صحيحة، لكن والأدوات الخاصة فيها. الموجات الطويلة لم تعد منتشرة بذلك، يعني قليل جدا ما تجد منها، هذه أقل من 1.5 ميجا هرتز، بشكل عام غير موجودة إلا في بعض الأهداف العسكرية مثل التواصل والاتصال مع الغواصات وهي في المحيط، في أعماق المحيط يمكن الاتصال فيها عن طريق الموجات الطويلة، فلا يوجد لها يعني استخدام مدني بشكل كبير، وهي يعني محصورة فقط في الاستخدامات العسكرية وبعض الاستخدامات الأخرى النادرة لا نتكلم فيها. الموجات الموجهة، وهذه الموجات التي تستخدم فيها مثلا مايكروويف أو حتى موجة عن طريق الأقمار الصناعية بشكل مباشر من نقطة ألف إلى نقطة باء ولا يمكن أن تعمل فيها أي شيء، وهذه الموجات عادة تردداتها أعلى من 50 ميجا هرتز، يعني تشمل موجات الراديو FM وتشمل موجات التلفزيون وتشمل البث الفضائي بكل أشكاله تقريبا. وهذه لا يمكن طبعا فيها، لا نستطيع أن نستفيد منها بأي شكل إلا عن طريق تحويلها وتقويتها من محطة إلى أخرى عن طريق ريبيترز، والريبيتر هذا ممكن يكون أرضي وممكن يكون فضائي، ممكن يكون في قمر صناعي هو الذي يقوم بتحويل وإعادة بث هذه، كما تم إعادة بث كثير أشياء، يعني كأس العالم، هاي الأشياء كلها تتمر عن طريق هذه الأقمار الصناعية عادة، لأن جودة البث تبعها تكون موجهة خاصة فيها فقط لا غير، ولا يكون فيها يعني لها مميزات أخرى. هذا كله على جانب، نحن نتكلم عن الأقمار الموجهة ونتكلمنا عن الموجات الأرضية التي هي تستطيع أن تصل حتى في أعماق المحيطات، وكل ما تحتاجه هو أن يكون عندك بث قوي ما فيه الكفاية. نأتي إلى الموجات التي هي تسمى الموجات السماوية.
الموجات السماوية وهي التي يصطلح يعني عادة يقال عنها شورت ويف. هذه الشورت ويف تستفيد من خاصية ممتازة موجودة في الغلاف الجوي الأرضي وهي خاصية انعكاس الموجات. الموجات الراديوية هي مثل مثل الضوء ولها وتتأثر بنفس الأشياء التي تتأثر فيها الضوء، وهم ثلاث أشياء: إما الانعكاس وإما التشتت وإما الانحناء. نعم هي تنحني، هي تنحني. هذه الظاهرة تسمى diffraction. هناك ظاهرة الانعكاس reflection، تشتت اللي هي refraction، وdiffraction اللي هي الانحناء. نحن نتكلم هنا عن الانعكاس وليس يعني ظاهرة بسيطة ويستطيع مشاهدتها دائما نحن في بالضوء بشكل بسيط جدا. ظاهرة الانعكاس هذه تحدث في الموجات الراديوية عندما تنعكس على طبقات الجو العليا، وهي من طبقات الأيونوسفير. الأيونوسفير مكون من عدة طبقات، هذه الطبقات تم التنبؤ بها عن طريق العالم الشهير العظيم متعدد المواهب غاوس. غاوس هذا هو كان يعني مرعب، لأنه يعني الأشياء التي تكلم فيها تشمل أشياء في الرياضيات والإحصاء والفيزياء وأشياء أخرى. المهم تم التنبؤ بها، وتم فيما بعد عندما اكتشف الراديو اكتشفوا أنه بإمكان استعمال هذه الموجات لإرسال موجات تقوم بالانعكاس عنها، ثم الوصول إلى المناطق أبعد من قدرة الاتصال البصري المباشر يعني من خط لخط على الكرة الأرضية. لماذا؟ بسبب انحناء الكرة الأرضية الذي لا يسمح بهذا الشيء. من الأشياء الجميلة في هذا أنه يسمح لإنعكاس الموجات عدة مرات، يعني ممكن أن تنعكس عن طريق الموجات عن الأيونوسفير ثم تعود مرة تانية. الأيونوسفير لها عدة طبقات، عادة طبقة E وF من الأيونوسفير تسمح لنا بعكس الموجات ووصلها وإيصالها إلى مسافات أبعد من خط الأفق البصري. تحتاج تكون أن تكون التردد دائما في ما بين 1.5 ميجا هرتز وحتى 30 ميجا هرتز، وفي بعض الحالات النادرة تصل إلى 50 ميجا هرتز، لكن هذه حالات شاذة. في العادة هي ما بين هذه الموجات يقوم فيها هناك هو متخصصون بإرسال موجات والتكلم مع أشخاص في أقطار أخرى من العالم يسموهم هواة هام. هؤلاء الهواة يقومون بالاتصال بشكل مباشر مع أشخاص في أماكن أخرى من العالم، ويقومون دائما بتوثيق هذه الاتصالات. QSL cards بيستعملوا كروت خاصة، يقومون بتوثيق هذه الاتصالات كل ما حدث، وكل يعني من أهدافه هو جمع أكبر عدد من QSL cards. من الأشياء الجميلة أنهم يستعملوا عادة هوائيات خاصة لهذا الشيء، تشبه الهوائيات التلفزيون القديم. إذا في حدا من الناس القدام تشبه هوائيات التلفزيون القديم، عادة من 3 أجزاء. الجزء اللي في الوسط هو يسمى المجمع أو يعني الكولكتر أو الألمنت أو عدة أسباب. الجزء أمامي يسمى الدايركتور، والجزء خلفي يسمى الريفلكتر. ما بدي أدخل كتير في تفصيل شرح طريق عمل الأنتينات لأنها بحر الأنتينات. فالريفلكتر والكولكتر يقومون والدايركتور يقومون بتوجيه الموجة باتجاه معين، فيكون هذا الهوائي موجه، وليس مثل هواء الراديو مثلا هو عبارة عن مجرد سلك يجمع من أي يستقطب من أي جهة أو ممكن أن يستقبل الرسالة من أي جهة. لكن في حالة الهوائي الخاص بالشورت ويف يفضل أن يكون من هذا النوع حتى يستطيع أن يصل إلى مسافات بعيدة جدا. هذا الهوائي الموجود على شكل على شورت ويف كما قلت هو مكون من 3 قطع. القطعة الوسطى هي التي تقوم بشكل مباشر بعملية التقاط الموجة بعد تقويتها من القطعتين الأخرى، ولا يمكن مش لا يمكن يعني هو يمكن أن تستقبل من الجوانب أو من الخلف، لكن تضعف بشكل كبير الاتصال. كل هذا الكلام لماذا؟ لأن هؤلاء العالم ينبغي أن يوجه هذا الهوائي في اتجاه معين حتى يستطيع أن يتكلم. يعني واحد مثلا في أوروبا مثلا في فرنسا يريد أن يتكلم مع شخص في الأرجنتين، يقوم بتوجيه الهوائي باتجاه الأرجنتين. وهناك خريطة خاصة اللي هي دائما أتكلم عنها أنا، هي خريطة الدائرة العظمى وليست خريطة ميركاتور ولا أي نوع تاني من الخرائط العادية، تسمح بالتوجيه والملاحة والاتصالات طبعا باستخدامها، وباستخدامها يستطيع الإنسان أن يتصل بهذه الأماكن. الجميل في هذه الموجات أنها تنعكس ليس فقط على الأيونوسفير، ولكن تنعكس أيضا على الأرض، تنعكس على الجبال السهول، ولكن أفضل ما تنعكس هي تنعكس على الماء. مرات كثيرة يكون الاتصال في اتجاه معين
متعذر بسبب التضاريس مثلا أو الأحوال الجوية أو أي شيء يعني يمنع الاتصال بذلك الاتجاه. مثلا أنت في إسبانيا وتحاول اتصال مثلا في المكسيك، تجد أن هناك مثلا مشكلة في الاتصال بذلك الاتجاه، أو أنت في الصين مثلا وتحاول الاتصال في الأرجنتين، نفس المشكلة عندك هذه لا تستطيع أن تصلها بشكل مباشر. فيقوم هواة الهام بتحويل مكان الاتصال أو اتجاه الاتصال أو الأنتين، من بدل ما هو يواجه بشكل مباشر المكان هو يواجه 180 درجة عكس المكان، فتقوم الإشارة باللف حوالين الكرة الأرضية من الجهة الأخرى وتصل. وأحيانا هذه المسافة الأطول يكون الاتصال فيها أفضل من الاتصال بشكل مباشر. وهذا من أهم وأقوى الأدلة على كروية الأرض الذي لا يستطيع إنسان أن يشكك فيه. طبعا نحن نستطيع أن نعرف هذه الأشياء بكثير من الأمور، خصوصا عندما نقيس إحنا المدة التي تأخذها الإشارة حتى تصل من المكان إلى المكان الآخر. فنحن نحسب بالتحديد طول الباث، يعني الخط الذي قطعته الإشارة حتى وصلت إلى الجهة الأخرى، ونوعية التغيرات التي حصلت عليها حتى قدرنا نستقبلها. طبعا سيقولون كلام كثير، لكن هذا دليل حقيقي وواقعي، يعني هذا شيء أي يعني مهندسي الاتصالات يعرفون بهذا الشيء، نتكلم فيه دائما، من المواضيع التي تشير بشكل مباشر وأكيد على كروية الأرض وكيف أننا نستخدم الخصائص التي نراها في الظواهر التي نراها في الجو حتى نقوم بالاتصال إلى مسافات بعيدة لا يمكن حصولها لولا وجود كروية الأرض. طبعا لو كانت الأرض مسطحة فهذه الاتصالات ستذهب ما بعرف وين بيحكوا، بيروح فوق الجدار الجليدي ولا يعني مكان غريب، ستنتشر إلى مكان آخر. هذا كله هو النوع الثاني، هو فقط هو النوع بس الاتصالات السماوية، لم نتكلم بعد عن الاتصالات التي عن طريق الأقمار الصناعية، والتي لا يمكن أن تحدث إلا عن طريق الأقمار الصناعية لأنها لا تنعكس ولا تخترق. فهذه الموجات بالتأكيد أصابت شيء، وهذا الشيء قام بإعادة بثها مرة تانية عن طريق مقويات تسمى ريبيتر أو ديجي بيتر. هذه المقويات تسجل المكان الذي أتت منه والمكان الذي ذهبت إليه، وبكل وضوح يعني أيضا تثبت كروية الأرض ووجود الأقمار الصناعية وأشياء أخرى. مرة أخرى باختصار، الموجات الشورت ويف التي يقوم باستعمالها بالاتصالات تؤكد على كروية الأرض عن طريق أننا نستطيع أن نرسل الموجة في اتجاه واحد وتصل، ونمكن أن نرسلها في الاتجاه المعاكس تماما 180 درجة في الاتجاه المعاكس، وأيضا تصل إلى المكان الذي نبحث عنه أو المكان المقصود منها على قارة أخرى بعيدا جدا في على هذه الكرة الأرضية. تحياتي للجميع، وأريد أن أرى من المسطحين من يستطيع أن يتكلم أو ينقض هذا الموضوع، وياريت يتكلم بعلم، لأنه أنا الكلام السخيف اللي بيحكوه مرات بكون لا منطقي ولا علمي ولا له علاقة بالعلوم، لا أستطيع أن أرد عليه، لكن كلام علمي نستطيع أن نرد عليه ونبرهن بالدليل على كروية الأرض بطرق أنا ما أعتقد أنكم حتى سمعتوا هذا الكلام من الأجانب. هذا كلام مهندس اتصالات متخصص في مجالات الاتصالات العالمية، والحمد لله. أراكم في فيديو قادم. السلام عليكم.